مع الحالات التحكيمية للأسبوع 17 وخبرنا التحكيمي الكبير كابتن مصطفى إسماعيل. مساء الأنوار يا أبو كبات. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. كل أذان صغير. ربنا يبارك في حضرتك. تفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت خلال هذا الأسبوع مباريات الجولة 17 ومباريات الجولة 17 تمثل نصف المسابقة. نعم. يعني احنا خلصنا كده الدور الأول وإن شاء الله هنبتدي الدور الثاني ابتداء من الخميس. من خلال مباريات هذه الجولة اللي أقيمت على مدار 3 أيام حد واثنين وثلاث، يعني رصدنا بعض الحالات التحكيمية إن شاء الله هنشوفها مع بعض. تفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مباراة عندنا كانت مباراة الداخلية وأسوان، وتكون طاقم هذه المباراة من الكباتن وائل فرحان حكم ساعة، علاء عبد الباسط وماجد المليجي مساعدين، هشام الفلال حكم رابع، طارق مجدي وعمرو عابدين في غرفة الفار. أول حالة عندنا كان في الدقيقة 16 هنلاقي خطأ لصالح الداخلية أمام المساعد الثاني، إنما لا في إشارة من المساعد الثاني ولا في صفارة من الحكم، رغم وضوح الخطأ طبعًا وإن في شد من لاعب أسوان، إنما طبعًا لم يحتسب هذا الخطأ. بعد كده في الدقيقة 25 هنلاقي الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الداخلية، ثم تم اللجوء لغرفة الفار. تم اللجوء لغرفة الفار هنا لأن اعتقد إن في الكرة خرجت خارج خط المرمى، إنما هو الحكم احتسب ركلة جزاء طبعًا بدون تردد وانتظر قرار الفار إذا كان في فعلًا الكرة خرجت ولا لأ. إنما الفار يعني أكد صحة قرار الحكم وإن ركلة جزاء سليمة، وإن طبعًا هو واضح طبعًا يعني في جزء بسيط جدًا، وطبعا شاهدنا برضو الكلام ده في كاس العالم لما قال في ماتش اليابان 1.8 من الملي على الخط ما زالت الكره داخل الملعب. تم احتساب طبعا الخطا دوت، وطبعا تم احراز هدف منه. بعد كده في الدقيقه 34 هنلاحظ ان لاعب الداخليه رقم 7 عبد العزيز سيد لا يرتدي واقي الساق اللي هو الشنجارد، ده المسمى الصحيح بتاعه، فطبعا ده برضو مخالف لمادة ملابس أو معدات اللاعبين اللي هي مادة 4، وده طبعا برضو مهمة الحكم الرابع علاوه على إن ده حماية للاعب نفسه، يعني ده طبعا الوقت الصاغ ده بيحمي اللاعب من أي صدام أو أي خبط أو أي كرة مشتركة مع أي لعيب من الخصوم. بعد كده في الدقيقة 44 هنلاقي فيه خطأ لصالح الداخلية يستحق الطرد. الخطأ ده لم يحتسب في الأساس، ولكن عند التوقف الحكم ادى إنذار. أنا هنشوف الخطأ دوت كده من صورة مقربة، يعني واضح جدا إن فيها تهور يعني درجة عالية من الخطورة، طبعا واضح إن هو ممكن يرقى إلى الطرد. إنما العجيب إن الخطأ ده لم يحتسب من الأساس. وطبعا كان انذار، ده يعني انذار مع الرأفة للاعب أسوان رقم 40 عماد فتحي. دي كانت حالات مباراة الداخلية وأسوان، وانتهت نتيجة هذه المباراة 2-1 لصالح أسوان. عندنا بعد كده مباراة غزل المحلة وحرس الحدود، وتكون طاقم هذه المباراة من صبر إبراهيم حكم ساحة، محمود كثير وحاتم علام مساعدين، ابراهيم محمد حكم رابع، محمود دوسي وخالد حسين في غرفه الفار. بنلاحظ هنا ان الحكام ارتدوا شرابات ذات لون مخالف لشرابات لاعبي فريق غزل المحله، ودي طبعا برضو ايه اشاده لطاقم الحكام. اول حاله عندنا كانت في الدقيقه 53 هنلاقي طبعا الحكم بيوجه انذار مستحق لحارس مرمى الحدود لتعمد اضاعه وتعطيل اللعب. هو طبعا كان النتيجه لصالح حرس الحدود 2-2، فطبعا بيتعمد برضو حارس المرمى انه يضيع ثواني مع كل كره ثابته مع كل ركله مرمى، فتوي توجيه انذار ليه من حكم مباراه صبري ابراهيم. بعد كده في الدقيقه 64 ده طبعا هنلاقي لعيب الحرس رقم 5 خالد سامي، يعني هو اسقط نفسه كده بدون اي اصابه، يعني هو وقع كده بدون اي اصابه، يعني برضه بتعمد اضاعه وقته وهو وقع، يعني مفيش اي احتكاك بينه وبين اي لعيب من الخصوم، انما هو طبعا اسقط نفسه كده برضه بغرض
تعمد إضاعة الوقت، وكان لازم الحكم برضو إيه الكلام دوت يلفت نظر. بعد كده في الدقيقة 82 هنلاقي أثناء ركلة ركنية لصالح المحلة، هنلاقي في مناوشات بين خالد الإخميني رقم 14 لاعب غزل المحلة، وخالد سامي رقم 5 لاعب حرس الحدود، إنما يعني على مين اللي هيقف جنب القائم القريب. ربما يكون في لعبة هم متفقين عليها فريق غزل المحلة إنها تتلعب على القائم القريب، وبعدين واحد يلعبها برأسه للناس اللي جاية من الخلف، فطبعا برضو ممكن تكون لعبة متفقين عليها، إنما المناوشات دي كان لازم برضو تتحسم على طول، إنما يبدو إن خالد سامي لعيب مشاغب. بعد كده في الدقيقة 85 هنلاقي تحذير من حكم مباراة لحارس مرمى الحرس. المفروض مفيش تحذير بعد الإنذار، هو جاله إنذار في الدقيقة 53 يبقى مفيش تحذير بعد كده، يعني احنا تدرج العقوبة بنقول تحذير إنذار طرد، إنما تحذير بعد الإنذار لا يجوز. بعد كده هنلاقي في الدقيقة 89 يعني فرصة محققة هدرها لاعب غزل المحلة، أنا مش عارف يعني الفرصة دي ضاعت منه ازاي وهو في حل المرمى، يعني دي كل اللي كان ممكن يعمله هو ببطن الحذاء كده هيدوس عليها هتبقى الكرة داخل المرمى، إنما ضاعت منه ازاي دي برضو يعني من العجائب يعني. صحيح. بعد كده في الدقيقة 94 هنلاقي فيه هدف جميل أحرزه أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، طبعا الراجل ده إحساس بالمكان طبعا، وطبعا برضو خطأ من حارس مرمى الحرس إن هو خرج، وطبعا اتحط الجون وكانت نتيجة هذه المباراة 2-1 لصالح الحرس، وهو هداف الدوري، وهو ما زال هداف الدوري بالتسع أهداف. صحيح. مع باقي الحالات ولكن بعد الفاصل. نستكمل باقي الحالات، تفضل يا كابتن مصطفى. اشكرك كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه اللي عندنا بعد كده كانت مباراه الاتحاد والاسماعيلي، وتكون طاقم هذه المباراه من محمد صباحي حكم ساحه، هشام الدسوقي، محمد عزازي مساعدين، محمد العتباني حكم رابع، محمد عباس قبيل ويوسف البساطي في غرفه الفار. اول حاله عندنا اللاعب الاسماعيلي رقم 11 احمد محمد شامي احرز هدف في الثانيه 27، طبعا ده من اسرع اهداف الدوري، ويسبقه فقط الهدف اللي احرزه رزقي حمرون اللي هو لاعب فاركو لانه كان في الثانيه 26، وانما ده هدف من اسرع اهداف الدوري. بعد كده في الدقيقه 8 هنلاقي برضو محمد شامي احرز هدف تاني لفريقه، انما طبعا تم اللجوء للفار لان الهدف ده سبقه لمسة يد من محمد الشامي زي ما حضراتكم شايفين طبعا، انما تم اللجوء للفار وتم الغاء الهدف واحتساب الخطأ، لان طبعا خطأ واضح، وطبعا لازم الهدف اللي يخش يعني يخش واضح جدا بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء، لو رفع ايده لفوق كمان واضح جدا طبعا في لمسة يد. صح. تم الغاء الهدف وتم احتساب الخطأ ولمسة يد على محمد الشامي. بعد كده في الدقيقة 15 هنلاقي في نرفزة وغضب من لعيب الاتحاد رقم 14 أحمد عادل ميسي، يعني لا داعي لها لأنه طبعا خلاص احتسب الحكم الخطأ ومش هيرجع في كلامه أبدا، إنما أن الحكم اللعيب يخرج عن طوره ويتنرفز أو يبقى في شد عصبي ويضرب الكرة في الأرض زي ما هنشوف كده، دي لابد إنها برضو إيه دي الإنذارات اللي بنقول عليها إنذارات ببلاش، ليس لها اي داعي خصوصا يعني اما يكون لعيب يعني على خلق زي احمد عادل ميسي. بعد كده في الدقيقه 16 هنلاقي في رايه من المساعد الاول هشام الدسوقي تشير على خطا، لكن الحكم ادى اتاحه فرصه. المفروض الكلام دوت بيبقوا متفقين عليه طبعا في غرفه خلع الملابس قبل النزول لاداره المباراه، انا عايز منك كذا، والخطا ده قدام المساعد واقرب منه واقرب من الحكم، فكان لازم الحكم ياخد براية المساعد ويحتسب الخطأ، إنما أمر باستمرار اللعب ولم يحتسب هذا الخطأ.
بعد كده في الدقائق 18 و26 و42 هنلاقي احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الاسماعيلي خارج المنطقه الفنيه تماما، ويمكن هنلاقي برضو محمد العتباني الحكم الرابع بيتوجه ليه برضو وبيلفت نظره عشان يدخل المنطقه الفنيه ولا يتواجد. هو طبعا بيتواجد هنا بالقرب من اللعيبه بقدر الامكان عشان يقدر يوجههم، انما طبعا مكانه خارج المنطقه الفنيه ده مكان خطا. بعد كده في الدقيقه 50 هنلاقي فيه خطا يستحق انذار على الاقل للاعب الاتحاد خالد الغندور رقم 10، انما لم يحتسب هذا الخطا ولم يعطي الحكم انذار، انما الخطا فيه طبعا تهور زي ما حضراتكم شايفين طبعا باسفل الحذاء وفي ساق لاعب الاسماعيلي كريم عرفات اعتقد، فطبعا برضو كان لابد ان هو يحتسب الخطا ده ويتم توجيه انذار على الاقل، وكان ممكن يتدخل فيها حكام الفار برضو عشان برضو لو فيها قوه مفرطه ترقى الى الطرد. بعد كده في الدقيقه 77 هنلاقي لاعب الاتحاد رقم 4 محمود علاء احرز هدف براسه. الهدف ده طبعا هنلاقي فيه رايه من محمد عزيز المساعد الثاني، انما تم اللجوء برضو للفار. طبعا يعني هو فيها شك كبير ان هو في موقف تسلل او في محمود علاء متسلل، انما طبعا الرايه وبعد كده تم اللجوء للفار، انما اكد صحه الهدف، ويمكن الخطوط قدام حضراتكم بتوضح ان هو برضو ايه يعني مش متداخل او متغطي، يعني مش واضحه قوي يعني، انما راس محمود علاء واضح ان هي سابقه باقي لاعب الاسماعيلي، انما تم احساب هذا الهدف وكانت نتيجه هذه المباراه التعادل الايجابي 1-1. هنلاقي في يسبق اللعبه ديت او الهدف دوت الاتفاق اللي هو تم بين هشام صلاح ومحمود علاء، هما بيتفقوا على اللعبه دي واكيد هما طبعا متمرنين عليها، وانما طبعا هما بيتفقوا عليها هنا وطبعا تم احراز هدف منها وتم احتساب هذا الهدف. نتيجة هذه المباراة كانت التعادل الإيجابي 1-1. إحصائيات؟ إن شاء الله. اتفضل. طيب بعد كده عندنا إحصائية الحكام والمساعدين عن الدور الأول بالكامل. عدد الحكام اللي شاركوا في إدارة مباريات الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز 58 حكم، منهم 4 أجانب بالإضافة للسبعة الدوليين. أعلى الحكام الدوليين مشاركة الحكم الدولي ابراهيم نور الدين 10 مشاركات، الحكم الدولي احمد الغندور 9 مشاركات، الحكم الدولي محمود ناجي 9 مشاركات. اعلى حكام الدرجه الاولى مشاركه عندنا طارق مجدي 11 مشاركه زائد 1 كاس مصر، عبد العزيز السيد 11 مشاركه، هشام القاضي 10 مشاركات زائد مباراه كاس مصر، نادر امر الدوله 10 مشاركات، محمد صباحي 10 مشاركات، محمد عباس قبيل 10 مشاركات، عمرو الشناوي 10 مشاركات، مصطفى عثمان 10 مشاركات. بعد كده عندنا المساعدين. عدد المساعدين اللي اداروا شاركوا في اداره مباريات الدور الاول للبطوله وصل ل 88 مساعد، منهم 6 اجانب بالاضافه الى السبعه المساعدين الدوليين. اعلى المساعدين الدوليين مشاركه المساعد الدولي احمد توفيق طلب 11 مشاركه، المساعد الدولي سمير جمال 12 مشاركه، المساعد الدولي يوسف البساطي 10 مشاركات زي المباراة كاس مصر، المساعد الدولي سامي هلال 10 مشاركات، المساعد الدولي محمود أبو الرجال 10 مشاركات، المساعد الدولي أحمد حسام طه 10 مشاركات. أعلى المساعدين من حكام الدرجة الأولى مشاركة أحمد صلاح 12 مشاركة، محمد عزازي 12 مشاركة، أسامة عبد اللطيف 12 مشاركة، شريف عبد الله 10 مشاركات زائد مباراة كاس مصر، هشام الدسوقي 11 مشاركة، عمر فتحي 11 مشاركة، رجب محمد 12 مشاركة، خالد حسين 11 مشاركة زائد مباراة كأس مصر، بالإضافة إلى هاني خيري 10 مشاركات، محمود عبد السميع وشهرته لولي 11 مشاركة، أسامة السيد 11 مشاركة. إنما نحب نشير برضه إن لجنة الحكام أدخلت حوالي 18 حكم اعتبار من الأسبوع ال 15 وده بعد استقالة كلاتنبرغ للمجموعه اللي هي كانت بتدير المباريات قبل كده. ممتاز. بشكرك يا كابتن مصطفى، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
غدا بمشيئة الرحمن الخميس عندنا الظواهر، عندنا الحصاد، مؤكد سنتحدث عن مباراة الأهلي وفلامينجو يوم السبت بمشيئة الرحمن، مع مسابقتنا الثقافية الفنية السياحية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.